ورد في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. وفي رواية البخاري: أعطيت مفاتيح الكلم. أعطيت جوامع الكلم أي ما يكون لفظه قليلا ومعناه جزيلا، وقيل أي أوتي ملكة يقدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى بنظم لطيف دون تعقيد يعثر الفكر في طلبه أو التواء يحار الذهن في فهمه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بليغا في رسالته، فصيحا في تفسيرها، موجزا في كلامه. قال أبو موسى الأشعري واصفا كلامه صلى الله عليه وسلم: وكان قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. وذكر الجاحظ أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلام بليغ لم يسبقه إليه أحد، ومنه حمي الوطيس دلالة على اشتداد الحرب، هدنة على دخن أي صلح على ضغائن، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، الدين النصيحة الدال على الخير كفاعله، كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جرت مجرى المثل على ألسنة الناس لبلاغتها ودقة معانيها. هنالك فن آخر من كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة وتنزه عن التكلف وما كان من المتكلفين، وهو الذي عاب التشديق وجانب أصحاب التعقيب، واستعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق. جمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين القبول والحلاوة والإقناع والمهابة، وكان حسن الإفهام بغير إعادة، فما سقطت له كلمة وما زلت به قدم ولا بارت له حجة. لا يستعمل الخلابة أو المواربة، ولا يهمز ولا يلمز، ولا يبطئ ولا يعجل، ولا يسهب ولا يحصر، ولا يقوم له خصم إلا أفحمه. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها.